ايه خلى مورين تخطف قلبك؟ عرفتي الاسم ده منين اولا؟ جبتيه منين؟ لا لا بجد قول سيرش. مش عارف يعني هي البدايه ما كانش في نيه يبقى في حب وعلاقه وينتهي بجواز يعني. الصداقه او العلاقه او الواتيفر ابتدت تاخد شكل تاني يعني، ابتدت يبقى في عشره، يبقى في لهفه، يبقى في راحه نفسيه، ودي مهمه جدا. التلات حاجات دي يعني انك تحسي مع الشخص الاخر بالامان زي ما انا كنت بقول لك، ست او راجل. ما الراجل ايضا محتاج يحس في المرأة بالأمان. اللي معاه بالامان. انها خايفه عليه وخايفه على صحته وخايفه على ماله وخايفه على اسمه وخايفه على حاجات كتيره جدا جدا جدا. ومورينا الله يرحمها برضو كانت من يعني كانت بتقول لي حاجات، لان هي عاشت معايا في بدايه دخولي في الوسط الفني. فكانت بتشوف حوالينا نفاق ورياء وعدم صدق، وهي هي انجليزيه اجنبيه صح. وانا متعلم في مدارس انجليزيه وكملت في اوكسفورد في لندن وبتاع، فكان في توافق في الفكر بيننا وبين بعض. يعني كان في عده امور مشتركه انت بيها. ايوه. بتقول لي ليه كده؟ ليه عايز تخش في المجال ده مع الناس دي يعني؟